في مرحلة من عمرك ستعرف أن الاحترام أهم من الحب، والتفاهم أهم من التناسب، والثقة أهم من الغيرة، والصبر أعظم دليل للتضحية، وأن الابتعاد عن المشاكل لا يعني الضعف، بل يعني أنك أكثر قدرة على الاستمتاع بحياتك. وعندما تصفح فأنت لا تغير بالماضي، بل تصنع الفرق في المستقبل بين كسب القلوب وكسر القلوب. خيط رفيع اسمه الأسلوب، كل شيء حولنا يرحل ويغيب، إلا الخير يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب في كل طريق، وهنيئا لمن أهدى العابرين في حياته أريجا من شذاه. نقاء القلب ليس غباء، إنما إحسان ما تؤجر عليه.